الحقيقة ما كان شي صديق، كان أخ لينا كاملين بينا. هو الأخ سعيد توفى البارحة في حادث فجأة، ما علينا، يديو معاهم مغفرة ونجنة إن شاء الله يا ربي. كان واحد الشخص خالق طيب، ما عمرنا ما شفنا شي حاجة، ما عمره ما هدر شي واحد ولا سأل شي واحد. دائما ديك بشاشة في وجهه، دائما ديك الروح ديال المرح فيه، دائما كيبغي يدخل الفرحة إلا شاف شي واحد هيدا. ياما حضرنا أنا وياه في أعمال الخيرية، ياما دائما هو فكرة كتجي سبحان الله من عنده، دائما هو كيبادر دائما. الله يصبر الأهل ديالو، الله يصبر الأم ديالو، الله يصبر الأخ ديالو، صحابه، الناس اللي بغاتو، الله يصبرهم. ما عرفتش شنو. المهم باختصار انا نقول كلمه واحده للسيد، ماشي مؤخرا، ما يلا عرفتو ماشي بزاف، واحد 7 شهور ولا 8 شهور، من طيبه خلق الله هادشي اللي نقدر نقول لك. عمرنا شفنا منه الولا حتى كلمه ديال العيب. السيد ديما ضحك، دائما كنتلاقاو في ساعات الخير، ديما ضحكين مع بعضنا، دائما ناشطين مع بعضنا. حتى كيوصلنا خبر الوفاه ديالو، ما بيا ما عليا، كيعيط لي الصديق ديالي كيقول لي راه ياسين عطى. صراحة الله شكر لينا كاملين، من الأصدقاء ديالو، العائلة ديالو. صراحة الحديد مؤخرا كنسمعو تكسايد الكسايد الحديد بزاف، داو منا بزاف صراحة الله. حنا مؤخرا يلاه كنعملو بروغرام مع بعضنا، نطلعو لتركيا مع بعضنا. السيد ضاحك ناشط، كيقولنا غنجمعو هاد واحد البركة، شهر 6 إن شاء الله نطلعو لتركيا، وفرحان ناشط. هادي تمشي بزاف، يلاه يومين، هادي قبل ما يتوفى بيومين، نطلعوا لتركيا مع بعضنا، نحاولوا نجمعوا، انا نخدم وتينا تخدم، هذه نجمعوا واحد البركه ونطلعوا ان شاء الله شهر 6 وفرحان. كيقولها بواحد واحد الفرح وضاحك وناشط. صافي دس نهار، انا نهار يومين ساعه كيعيط لي عبد الله كيفاش غتقبل هذيك الخبر. انا باقي لحد الان انا شفته وبوسو وباقي مشوكي لحد الان، انا ما عارفش واش بصح ياسين بصح راه توفى. الاخ ديالنا سعيد، سعيد هو كان مع الحديثه، نفس الحي، تربوا مع بعضيتهم، سوى الله يعمر سلعه، الله يرحمه تا هو يوسع. صحا مع بعضيتنا كاملين، كنا ماشيين، كنا كنعملوا باسبور، سبحان الله هما جوج بهم عملوا باسبور مع بعضيتهم، حنا باقي ما عملناش باسبور، انا وصديق يوسف وصديق فؤاد. قلنا ان شاء الله نمشي والحق الحمد لله قطع الجنه ان شاء الله يا رب. اش غادي نقول لك، ياسين كان واحد الانسان طيب بزاف. بصفتي انا عشت الطفوله ديالي معاه، عشنا في حومه وحده، كنا ساكنين في حومه وحده. كان واحد الانسان طيب، واخا نوصفه لك شحال ما وصفته لك ما نقدرش نوفي حقه. كان كيعمل الخير بزاف، كان كيعمل، يتعامل مزيان، انسان كان مصلي دياني. الا سمع شي واحد عنده شي مشكل سواء من القريبه ولا من البعيد، كيوقف مع اي واحد وقف عليه كيوقف معاه. والدراري ديال الحومه كاملين كان محبوب عندهم، عند الصغير والكبير، عند النساء والرجال والاطفال، كل شيء. حنايا مفزوعين بهاد الحادثه اللي وقعت له، متصور شي تهزمنا كاملين، تصور العول صغارين وكيبكيو عليه، الشباب كما كتشوفوا الجنازه ديالو جاتنا قاصحه بزاف. اللي كنقول لهم ينقصوا شويه من السرعه، والانسان يثبتها بحال دابا هكذا كيمشي واحد الضحايا اللي الشاب في مقتبل العمر ديالو، باقي قدامه الحياه، باقي ما شافش في الدنيا حتى حاجه، باقي خلى الوالده ديالو والاخوان ديالو، وحنايا كاملين بقينا محروقين عليه، ربي اللي عالم. هادشي كامل السبب ديالو التهور ديال الطرقات اللي يوميا كنسمعوا الحوادث، وكننوضوا مفزوعين عليهم. يوميا كنسمعوا الحوادث بحال هادو، كنبقاو مأثرين. عائلته كنقول لهم الله كنقول لهم الله يصبركم. بصفتي انا مجرد يعني صديقه ديالو ضد الطفوله والجيران وهادي، وقلبي محروق من داخله، ما قدرناش نصبروا، بيتي مفيق من اللي سمعنا احنا كنبكيو بالليل وبالنهار. حسب الله الى الام ديالو راهي في واحد الحاله مسكينه، ما كتردش تالبال، الاخوان ديالو الاهل ديالو. دابا انا كنوجه لهم التعزيه، وكنتمنى من الله ربي الحبيب يصبرهم، وهو الله يرحمه ويوسع عليه، الله يسكنه في جنان ديالو ان شاء الله. Thank you.
I'm going to go to the hospital.